هاي حال جس الزبير. الله هذا السمك. هذا السمك كله عجرف وميت. او هذا الماي خايس، البصرة تحتضر. هذا السمك هذا السمك هذا الجرف على طوله كله سمك. هاي البياح البلطي البياح هاي ما خايس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن بيع أملاك الدولة والتصرف بالمال العام من خلال القرارات والقوانين التي تتحكم بها حكومات ما بعد الاحتلال، وكيف تسخر هذه الأحزاب حكومات التي تشكلها للتصرف بعقارات الدولة وبالمال العام بشكل يتيح لها حتى بيع هذه الممتلكات. هناك وثيقة ووثائق رسمية طبعا كشفت أن أكثر من 60 شخصية عسكرية استولت على منازل تبلغ مساحة كل منها 130 مترا ضمن مجمع سكني عائد لوزارة المالية يقع قرب مطار بغداد الدولي. أشارت الوثائق إلى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية في 6 تموز الجاري تمليك 62 منزل لشاغليها مقابل بدل رمزي، كما ورد في الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبناء على مطالعة قدمها وزير الدفاع لغرض التمليك. طبعا المراقبون يحذرون من إمكانية إجراء عمليات تغيير ديموغرافي بذريعة توزيع قطع أراضي أو منازل سكنية لضباط أو فئات معينة من الحكومة. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام هذه الوثائق التي صادقت عليها الحكومة والتي تتيح تمليك أو إعطاء هذه المنازل، منحها لهؤلاء الضباط والمنتسبون وعلى رأسهم وزراء الدفاع والداخلية. كما تلاحظون المطالعة هي من وزارة الدفاع والموضوع تمليك دور. الجمعة عناد وزير الدفاع هو الذي بدأ هذا الموضوع، ويبدو أنه يبحث قبل الانتخابات القادمة على بعض الامتيازات. ستأتيكم تباعا مشاهدينا الكرام كما تلاحظون. طبعا الموضوع كله تم عن طريق وزير المالية، هو الذي أتاح هذا الموضوع. سنتطرق بعد قليل إلى ما الذي قام به وزير المالية علي علاوي في السابق والآن في هذه القضية الجديدة. أمامكم هذا الكتاب بحسب صحيفة العالم الجديدة التي أيضا نشرت، وكما تلاحظون أمامكم هذا القرار من قبل مجلس الوزراء تمليك 62 دارا ببدل حقيقي لشاغليها. أيضا ننتقل إلى أخرى، سترون الآن مشاهدينا الأسماء. هذه الأسماء ثبتوا الصورة لو سمحتوا شباب. نعم هذه الأسماء كما تلاحظون، وستأتيكم أسماء أخرى أيضا، قوائم الشخصيات المستفيدة من هذا التمليك. وزير الدفاع كما تلاحظون، عبد الأمير رشيد يار الله الفريق الأول ركن رئيس أركان الجيش، المفتشية العسكرية، مديرية هيئة الإدارة، حتى متقاعدين
ضباط متقاعدين يحصلون على هذه الامتيازات. المفتش العسكري العام، عميد كلية الأركان، أمين سر العام، هناك كما تلاحظون شخصيات كثيرة. نمشي وزارة الداخلية طبعا أيضا موجودة بالموضوع. طيب نتابع هذه الأسماء، سنعرض بقية الأسماء التي وردت في هذه الوثيقة، ونتحدث مشاهدينا الكرام عن الأسباب التي تقود إلى توزيع هذه المنازل وقطع أراضي في السابق، في حين أن القانون ينص في العراق على عدم تمليك شخص أكثر من مرة أو عدم إعطائهم منحة أكثر من مرة لنفس الشخص، لكن يبدو هناك تجاوز على القوانين والصلاحيات. خلونا نشوف بقية الأسماء، ستظهر أمام حضراتكم. قائد عمليات سامراء، مكتب السيد رئيس الوزراء، ستلاحظون بقية الأسماء كما تلاحظون. أيضا كما قلنا هناك من المتقاعدين، ضباط متقاعدين حصلوا على هذه الامتيازات. يعني لا نعلم لماذا يتم توزيع هذه المنازل في حين هم ليسوا بحاجة إليها. طبعا كما قلنا وزير الدفاع جمعة ناد هو الذي قدم هذه المطالعة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووافق عليها الكاظمي وحكومته. طبعا بحسب قانون بيع وإيجار أملاك الدولة لسنة 2013 الذي تم بموجبه تمليك معظم عقارات الدولة وخصوصا في المنطقة الخضراء، فإن لمجلس الوزراء الحق ببيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة استثناء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون. تحت أي شرع وقانون يتم التصرف بأموال الدولة بهذه الطريقة؟ ولجنة وزارة التخطيط تؤكد أن هناك أكثر من 3 ملايين عراقي يعيشون في العشوائيات. هذه المنازل تعطى إلى ضباط وبعض الرتب العسكرية الذين يتقاضون رتب وامتيازات كما يحصل عليها الوزير، ليسوا بحاجة إلى هذه المنازل. لماذا يتم إعطائهم هذه المنازل؟ لماذا يتم توزيع قطع أراضي على أشخاص لا يستحقونها؟ طيب ماذا أيضا عن الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي التي تسكن في العشوائيات والتي بلا مأوى، التي اليوم تعيش في ظروف قاسية جدا؟ هناك عوائل تسكن في المخيمات بسبب تدمير منازلهم في محافظاتهم. لماذا لا ينظر إلى هؤلاء وتمليكهم أو إعادة بناء دورهم السكنية؟ لماذا تمنح هذه الامتيازات إلى جهات جزء أساس من دمار البلد؟ طبعا نتحدث أيضا مشاهدينا الكرام ببعض المعلومات. مصدر رفيع في وزارة الدفاع لصحيفة العالم الجديدة التي أيضا كانت قد نشرت هذه الصور كما قلنا، يؤكد أن الضباط المستفيدين من قرار تمليك المنازل يشغلون مناصب رفيعة في الوزارة، وبعضهم لديهم مخصصات مالية تقارب درجات الوزير، ومعظمهم ليسوا بشاغلين فعليين لتلك المنازل لأنهم ليسوا بحاجتها، وإنما هم شاغلون على الورق فقط ويطلبون من حمايتهم المبيت فيها أحيانا. أيضا يقول بأن هؤلاء الضباط سبق أن استفادوا من الدولة عن خدمتهم عبر منحهم قطع أراضي وبمواقع مميزة في العاصمة بغداد، وهو ما يتعارض مع القانون لأنه يمنع من تكرار الاستفادة والتمليك لأكثر من مرة. فهذا القانون مطبق على جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ما يشكل الأمر فضيحة. يعني لماذا يتم التعامل بهذه الطريقة وكأن هذه الأملاك أملاك خاصة وليست أملاك 40 مليون نسمة كما تقول وزارة التخطيط؟ لماذا الحكومة الآن قبل إجراء الانتخابات تتحرك هذه التحركات وتحاول تمليك وإعطاء امتيازات لهذه الشريحة؟ ما الذي قدمته وزارتا الدفاع والداخلية للمجتمع العراقي من ناحية الأمنية لكي يحصلوا على هذه الامتيازات؟ ألا يستحقون عقوبات على تقصيرهم، على الخروقات التي حصلت، على الانهيار الفاضح في الوزارتين؟ لماذا يتم إعطائهم هذه الامتيازات؟ ثم من المخصص كان أن هذه المنازل تخصص لضباط بمعسكرات قريبة أو مجندين، لماذا ذهبت إلى حتى المتقاعدين في وزارتي الدفاع والداخلية؟ معنا اتصالات. السيد محمد من الأنبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ حياك الله. عندنا قطع مال الشهداء. شلون؟ ليش؟ بالعام. محمد. نعم. علي صوتك لو سمحت.
اقول لك قطع مال شهداء من لحد الان شو يوميا يوزعون ما يوزعون. طيب ها اي الو ما موزع لكم شيء يعني؟ لا لا ما وزعهم لحد الان. ليش؟ ليش ما وزعوا؟ ليش ما وزعوا؟ ها؟ مو الحكومة قاعدة ما شاء الله دا توزع وتنطي، ليش ما وزعوا لكم؟ قاعد يوزعون؟ الحكومة دا توزع للضباط، اليوم الحكومة موزعة منازل للضباط، أنتم شنو وضعكم؟ أنتم الناس اللي دمرت منازلكم، ليش ما تحصلون على شيء من الحكومة؟ ليش الحكومة ما تنطيكم؟ ما جعل لحظة، والله ما تنطينا، كل شيء ما حصلنا. لا تعويضات، لا تعويضات، لا شيء كل شيء. نعم. طيب شكرا جزيلا لك للمشاركة. معنا اتصال من سعد من الكويت، تفضل. يا هلا بيك، يا هلا بيك أستاذ محمد، تحية وتحية للبرنامج والقناة. حياك أستاذ. بالنسبة للمواطنين اللي مغلوب على أمرهم زي حالاتنا، لازم يعوضون من طرف البرلمان والحكومة وينظر لهم مستقبلا يا أستاذ، والقرار يجب يكون منصفا عادلا يا أستاذ بين الناس وبين المواطنين. وتلوث المياه مخالف للقانون والدستور، وقتل الأسماك الحية الأسماك والكائنات الحية لا يجوز، ورفقا بالمعتقلين والمقيدين، وأيضا لكل إنسان حق التعبير عن الرأي، وآخر الكلام الرحمة للشهيد والشفاء للمريض الغلبان اللي زي حالاتي. تحياتي لك للبرنامج. شكرا جزيلا لك يا سعد. معنا سيد صباح من بغداد، تفضل حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا كالعاده الحكومه العراقيه تخاذل المواطن العراقي على طول، يعني انت من تكرمون القاده وتكرمون ذول الاشخاص المعنيين من محافظين وغيرهم، يعني على شنو تكرموهم؟ يعني المحافظين مثلا محافظ النجف او كربلاء او بغداد او كل المحافظين بدون استثناء، وبالذات المحافظات الجنوبيه اللي مع الاسف ما بيها لا بناء لا اعمار لا فتحي يفتخرون به انجاز المحافظين ومجلس المحافظه. وحتى وزاره الدفاع وزاره الداخليه المفروض بهم تشكل مجالس تحقيقيه على هذا الدمار اللي حل بالعراق 18 سنه. نعم. يعني خراب في خراب، شنو تكرموهم؟ تكرموهم لان تعرفون انفسكم ان الحكومه منتهيه للانتخابات، ناس تقول اكو انتخابات، ناس تقول ماكو انتخابات، ناس تقول فوضى، ناس تقول انقلاب من الحشد والميليشيات، فسووها تكريم اراضي وبارقى المكانات في بغداد وفي المحافظات وبالسنتر ياخذوها للمحافظين. على شنو انجازاتكم؟ شنو اي محافظه هسه نختارها مثل بغداد؟ روح شوف بغداد شنو، مخربه ومدمره، ما بيها اي اعمار، ما بيها اي بناء. نعم. حالتها مزريه من الخدمات ومن كل شيء. تكرموهم على شنو؟ على وجود هو بس حتى نكون واضحين، هو الموضوع لم يندرج في اطار تكريم، هي كانت مطالعه قدمها وزير الدفاع جمعة عناد صاحب مقوله صاروخ صاروخين ما يأثرا على هيبه الدوله، هو نفس الشخص اللي قدم هذه المطالعه ووافقت الحكومه على الموضوع باعطائهم 62 منزل ضمن فقرات البند اللي ظهر في الوثيقه، تتاح لهم الفرصه ببيعها، حتى ببيعها لديهم امكانيه بيع وتاجير هذه العقارات وفق أي قانون يتم التلاعب بالمال العام بهذه الطريقة؟ أستاذ محمد، الحكومة وقراراتها وكل هذا حتى من ضمن هذا القرار كلها قضايا فساد بيها، كلها قضايا عليها أكس، لأن القرارات مو صحيحة. الأولى بيهم أن ينظرون للمواطن العراقي وإلى وزارة الصحة والوضع الموجود ويساعدون بقرارات حقيقية من البرلمان ومن الوزراء الموجودين مثل وزير الدفاع وغيره، ويصدرون يعني قرارات منصفة بحق المواطن العراقي أولا. نعم. أما إلهم وتكريمات وغيرها وبيوت وأراضي، يعني هذا موضوع فساد، وإحنا نعرف كل اللي راح ينشملون بهذا الموضوع كلهم فاسدين وعندهم ملايين الدولارات تم سرقتها والنوب بيطوهم أراضي، لكن المواطن العراقي بأزمة جائحة كورونا من قعد أكثر من سنة وحضر وغيره ونقص بالدواء ونقص بالخدمات وكل شيء، ما فكرهم يساعدونه بسلة غذائية. نعم. ولا فكرهم يقفون ويا المواطن العراقي، تجون هيك تسوون هيك بيناتكم الناس، يعني العراق أصبح شلون غابة والناس تريد تفرهد، كلها تفرهد، برلمانيين والوزراء ووزير الدفاع وغيره. يعني وزير الدفاع انت شو محقق من انجازات بمجال الملف الامني؟
شو مسوي بالحدود من كل المجالات الحدود داير ما يدور العراق؟ شو مسوي انت؟ كل تجاوزات واختراقات وسلاح منفلت وميليشيات وخطف وقتل وكل شيء اكو بالعراق، على شنو انت تريد تسوي هيك قرارات؟ حكومه يعني ما عندنا احنا راس، ماكو عندنا راس يقول لهم ايش جاي يسوون، حتى مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومه اللي هو يعتبر في غيبوبه من الدستور لحد الان، رئيس الحكومه شنو قراراته سوى؟ ما يقدر. هاي تونس احنا اللي شفنا الوضع في تونس بليله وضحاها، رئيس الحكومه سوى شبه الانقلاب ووقف البرلمان يعرفهم ناس فاسدين وتشكيل مجالس تحقيقيه والبحث على الاموال المهربه والفاسدين وغيرها. انتم كعراقيين وحكومه سويت رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء. طيب انا اكتفي لك بهذا القدر سيد صباح، شكرا جزيلا لك للمشاركه. ابو عمران من اربيل، تفضل يا ابو عمران. السيد ابو عمران من اربيل موجود؟ طيب ابو عمران تفضل. ما موجود. حسن من بغداد تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟ اخبارك؟ حياك الله، اهلا وسهلا، الله يسلمك. الله يسلمك اخوي. بالنسبه للوضع بالعراق، احنا حالنا هو العراق ما زال يعني مباع لايران، وهاي شنو الفائده؟ شنو الفائده من هالحكومه؟ حاكمتنا احزاب وميليشيات كلهم حراميه وهاي، فماكو فائده يا اخوي. يعني ما هذول ينطون حقوق شيء؟ بس انا عفوا هو قلط، انا من الانبار من الرمادي. نعم. سيد حسن، سيد حسن، لما تقول وزاره التخطيط انه اكو 3.5 مليون عراقي بلا مسكن عايشين بالعشوائيات يمثلون 10% من المجتمع العراقي، ونلاقي في نفس الوقت الحكومة توزع قطع أراضي ودور سكنية للضباط وأصحاب الرواتب العالية والامتيازات اللي تصل لدرجات الوزير، شنو هل يعني هل هناك عدالة بهذه القوانين والقرارات؟ بأي وجه أصلا تتلاعب بأموال الدولة؟ اخوي اضرب لك مثل، سمعان هذا اللي كب مي بالشاط يذب مي بالشاط، شنو الفائده؟ يعني هم جايين طول الناس الزناقيل، ناس العجم، يعني الشبعان ما يحس بالجوعان. يعني اخوي هم، انا اقول لك واكو هسه عندنا بالرمادي احنا خصيصا اذا تمشي معامل التعويض الا عندك واسطه، وعندك لازم لو واسطه قليله تدفع فلوس. اذا ما عندك واسطه شيء ما حد ينطي، يعني هم عم يريد يزهقون الفقراء شيء، هذول كلهم حراميه وناس نصابه وهذا، يعني ما في فائده، العراق تعب يعني انتهى. نعم. قلت يا اخوي انا ما فرق، احنا كنا عراقيين وانا مو دير ايران ولا، بس شنو اظن على مواقع التواصل الاجتماعي هاي يقول لك كل هذا خان بلد لان الحكومه الشيعيه. يا اخي ليش تاخذينها براسك؟ حاكمتنا ايران وامريكا باسم الشيعه، يعني السنه رئيس البرلمان سني ووزير الدفاع سني، عندهم مدراء عامي، عندهم محافظ، كل هذول شنو شغلهم؟ لما نقول كيف هذول الشيعه هم الحكومه شنو؟ هم ايضا لهم تضحيات بحرب ايران ولهم، يعني هم دول تحاوشوا مع علي ناس لصوص وناس فاسدين وكانوا داحين الله وكيلك. نعم. يعني ماكو فائده يعني. سيد حسن انا اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الانبار. بعد هذه الوثيقه التي خرجت، مجلس النواب يبدي تحفظاته على الصلاحيات التي منحها وزير الماليه علي عبد الامير علاوي الى مدير عام دائره العقارات عقارات الدولة لبيع او ايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة، معتبرا انها سرقة مبطنة للعقارات. طبعا سهام العقيلي او العقيلي تقول، وهي عضوة اللجنة المالية النيابية، ان تخويل وزير المالية الى مدير عام دائرة عقارات الدولة بيع الاموال المنقولة من دون النشر في الصحيفة او المزايدة العلنية هي سرقة مبطنة، متسائلة لماذا هذا التخويل من قبل وزير المالية وبصلاحيات مطلقة على دائرة العقارات. طبعا تقدر عقارات الدولة التي استولت عليها الأحزاب والجماعات المسلحة وبعض المواطنين بحدود أكثر من 300,000 عقار بطرق غير أصولية بحسب مختصين، وترفض هذه الجهات إخلاءها أو على أقل تقدير دفع مستحقات بدل إيجارها إلى وزارة المالية. هذا الموضوع أيضا مشاهدينا الكرام يتهم البرلمان بأنه هذه الحركة أو الخطوة التي تمت هي عملية سرقة مبطنة لعقارات الدولة أو للمال العام. كيف تسمح رئاسة مجلس الوزراء بهذا الموضوع وهي التي تقول بأنها تسعى لمحاربة الفساد؟
لماذا يطلب وزير الدفاع هذا الطلب وهو يرى بأنه هناك الكثير من الضباط يحصلون على رواتب وامتيازات تغنيهم عن هذه المنازل؟ وكما تؤكد الوثائق وأيضا مصادر من وزارة الدفاع بأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه الدور والعقارات للسكن فيها، هم أصلا لا يتواجدون فيها، بل بعضهم حتى يعطيها لحمايتهم للبقاء فيها. لماذا إذن يتم توزيع هذه الأراضي، هذه المنازل على الضباط وعلى رتب عالية في وزارتي الدفاع والداخلية وضمن أجهزة الدولة بشكل عام، في حين هناك الملايين من العراقيين تحت خط الفقر ويعيشون في العشوائيات وبلا مأوى؟ معنا اتصال السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للتوزيع العقارات على الضباط وكبار المناصب، هذا مو وليدة اليوم، هذا من زمن الدولة العثمانية وزمن والإنجليز والعهد الملكي والعهد الجمهوري، هذا بسبب شراء الولاءات. يعني شراء ولاءات هذه، وإلا الفقير شاخر استفاد من عدة، لكنه هو هذا شراء الولاءات هو اللي دمر العراق، لأنه ما عندنا تخطيط عمراني، ما عندنا من ذاك اليوم لحد هذا اليوم بسبب هذا الأسلوب وهاي الممارسات من قبل الحكام والملوك اللي حكموا العراق. طيب، هاي النتيجة اللي وصلناها. يعني الفقير ما حد بحاله، وإلا يعني تعال أنت مكان هسه ما تطيع يعني توزع أراضي، والعراق بعد يعني ما يتحمل توزيع أراضي يا أستاذ محمد. نعم. المفروض إحنا لو عندنا تخطيط عمراني اليوم، يعني المفروض بناء العراق ينبني بناء عمودي، لأنه يعني بعد أنت اليوم أنت تريد توصل توزع الأراضي، ما معناه بعد لا أكو مجال للزراعة لا للصناعة، يعني هذا أسلوب خطأ وغلط. سيد يعني سيد عبد الرزاق، عندي سؤال لو سمحت. هناك المادة الثانية من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 تعطي صلاحيات لوزير المالية ببيع وإيجار أموال وعقارات الدولة المنقولة وغير المنقولة، بمنح صلاحيات. طبعا أيضا يضيف مختصون بأن الفقرة أو المادة 40 من نفس القانون تنص على أن مجلس الوزراء له صلاحية إصدار أي قرار عند الضرورة استثناء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون. يعني القانون الموضوع حاطين به فقرة بها استثناء من كل الصلاحيات الموجودة ومن كل الفقرات والقوانين الموجودة التي تتعارض، وبالتالي عندهم القدرة والصلاحية أن يفعلون ما يريدون بأملاك وعقارات الدولة. طيب، ماكو رقابة على هذا الموضوع؟ ماكو لجان حكومية، ماكو فجهة حكومية تراقب تمنع من التصرف بأملاك وعقارات الدولة بهذه الطريقة؟ آلاف مئات آلاف من عقارات الدولة تابعة لأحزاب وميليشيات وجهات متنفذة وماكو سيطرة عليها، ولا منها عائد إلى خزينة الدولة. طيب، هذه الأموال من الذي يتحمل مسؤولية هدرها بهذه الطريقة؟ أستاذ محمد، احنا المشكلة مالتنا يعني لحد الآن هم ما يعترفون بالنظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي دول السياسيين اللي سلموا العملية السياسية وبغطاء ديمقراطي، هم ما يؤمنون بالنظام الديمقراطي. هذول صدقني يا أستاذ محمد، دول يؤمنون بالنظام الأوتوقراطي، يعني نظام رجعي، نظام شمولي. وإلا احنا عندنا برلمان، مو البرلمان. طيب، هو اللي يشرع القوانين، مو وزير الدفاع ولا رئيس الوزراء. لكنه قلت لك دولة ما يؤمنون بالعملية اللي اجوا هم، يعني لو تعرف كل زين هم اللي نصبتهم امريكا، فهم ما عندهم ايمان. سؤال آخر، وزير المالية علي علاوي اللي اجى للحكم واللي هجم بيت العراقيين بخفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار، هو نفسه اللي أعطى صلاحيات لدائرة عقارات الدولة والأملاك ببيعها والتصرف بها بحرية، وتعطى لمن يشاء ولمن يرغب، مدير دائرة العقارات وغيرها. وزير المالية هذا شنو وظيفته؟ جاي خراب على العراق؟ شو كل قراراته ضد الدولة ومصلحة الدولة؟ وأنا أتكلم عن الدولة، أقصد العراقيين يعني. نعم، هذا من مبدأ وهب ما لا يملك. ويا أستاذ محمد، وياك أسمعك.
استاذ محمد قلت لك اني هذا المفروض الوزير اذا اكو دوله عندنا يعني فعلا دوله هذا يتحاسب، بس احنا ما عندنا، قلت لك يعني لا عندنا دوله محترم بها، ولا عندنا برلمان محترم، ولا عندنا نظام قضائي محترم، والا هذا مثل هذا اللي هلك العراقيين يتصرفوا كيف، يرفع الدولار كيف، هذا المفروض ما يسكت عنه. هذا يعني حقيقه هذا اربع ارهاب، لانه اللي دمر الشعب العراقي واللي قضى على قوته هذا ارهابي، هذا مو وزير حقيقي زين، بس احنا قلت لك ما لا عندنا دوله ولا عندنا برلمان ولا عندنا قضاء. شكرا جزيلا عبد الرزاق من بابل. عندنا السيد ابو شيماء من بغداد، تفضل يا ابو شيماء. الله يسعدك استاذ، الله يسلمك، حياك الله، اهلا وسهلا استاذ. الله يسلمك، حياك. محمد تحدب اليوم، ما طلعت دور الشهداء اللي راحوا باليسرب، يعني ما راقيين تحدب، ما قلت لهم برنامج. طرحنا الموضوع وعدنا اللقطات اللي عرضناها لصلاة التي أقامها أهالي المغدورين، صلاة الميت، صلاة الجنازة على أرواح هؤلاء، موجود الفيديو عرضناه. خلينا بالموضوع ما اليوم. موضوع اليوم أكو قرار من الحكومة بتمليك 62 دار قريبة من مطار بغداد الدولي للضباط موجودين في وزارتي الدفاع والداخلية وشخصيات من ضمنها الوزراء نفسهم. برأيك هل هذا من العدل والقانون أن تعطى هذه المنازل لهؤلاء وعدنا إحنا عراقيين بالملايين عايشين بالشوارع وينامون على الأرصفة؟ هذا محمد، هذا نفس التاريخ، نفس صدام مجرم، صدام نفس الشيء كان يقتل للاحصاء عنده 57 وحارب الفقراء، هسه نفس القوانين العادية. ليش دا يسوون نفس الخطوات مال النظام السابق، وهم اللي قالوا بانه ذاك النظام كان يبوق العراقيين ويسرق اموالهم ويتصرف بها براحته، شو دا يسوون اسوء من عنده؟ استاذ محمد، ولا هم كلهم بالدوله، اكثريتهم كانوا زمان صدام، بس اللجنه الامنيه كلها كلهم يعني احنا نعرفه، وهذا كلهم موجودين جماعه صدام، كلهم بالدوله وكلهم موجودين بالقاده العسكريين، كلهم نفس الشيء، الله وكيلك اكثريتهم. هل معقول انه كلهم اتباع صدام، وهم اغلبهم يشتموا ليل نهار، وهم اللي وقفوا على قوانين اجتثاث البعث، وهم اللي من ينذكر طارية يسبوا يلعنوا، وهم اللي يعطون ولائهم لإيران بالسر وبالعلن؟ هل معقول انه هذا كلام يعني مو منطقي؟ لا استاذ بعد ما له، لا اكو ناس صح كانوا ايران متحدين وساعدتهم ايران، بس الاغلبيه ذول هنا كانوا بغداد، داخل بغداد ذول، بس ذول عندك المجاهدين. طيب شوف، بغض النظر ابو شيماء، بغض النظر هم لمن يتبعون بالسابق، اليوم احنا كلمني عن 18 سنة من حكم هذه الأحزاب، بغض النظر شنو كانت انتماءاتهم، لكن اليوم هم دي يحكمون العراق بأسماء وأحزاب وصفات مختلفة، اليوم دي يمثلون الدولة، دي يمثلون الشعب، شو تمثيلهم كله عبارة عن سرقة لأموال الشعب والتلاعب بعقارات الدولة. تدري 300 ألف عقار مسيطر عليه هذه الأحزاب بحسب تقارير حكومية، هذه أموالك أنت وابنك وجيرانك وبقية العراقيين، ليش بتكون باق بهذه الطريقة؟ ايش تسوي يا استاذ محمد؟ هي بعد هو الهرم مو زين، يعني تبقى هاي الحالة بالجوا، ولا الهرم مو هالقد، يعني هم نفسهم الله وكيلك، هي العملية السياسية على قولك شلق كلهم ثلاث أرباعهم حشر طلع شيء قليل. طيب أنا أريد أسألك سؤال آخر، سيد أبو شيماء، المستفيدين من هذا القانون اللي صدر وهذه الامتيازات هم من وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة أمنية موجودة بالدولة. احنا نسأل هذه الجهات الأمنية ايش قدمت للعراقيين، واحنا يوميا نشوف فاجعة اللي بناحية يثرب، اللي التفجيرات اللي صارت في بغداد، القتل والسحل اللي صار للمتظاهرين في وسط وجنوب العراق، التدمير للمحافظات الغربية المنكوبة، كلها تمت على يد وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، ذولا برأيك يستحقون هذه الامتيازات؟ والله استاذ محمد، ليش تزيد؟ اكو ناس صح، اكو ناس دافعت على العراق، واكو ناس جاهدت، واكو ناس لا والله هيك بس مجرد ياخذ رواتب، والباقي لا والله يعني اخذ يعني قاتله ولزموا العراق وحاموا العراق. تمام احنا من نتكلم عن افراد، تمام، بس دول سيد ابو شيماء من نتكلم عن جنود، نعم هذا جندي موجه واكو اوامر وهو رايح يا اما بعقيده يا اما موجه، لكن نتكلم عن القيادات الامنيه، وزير الدفاع، وزير الداخليه،
ذولا ايش قدموا للعراقيين من امن وامان حتى يستحقون هالامتيازات؟ فقدنا الاتصال ويا ابو شيماء. نطرح هذه الاسئله مشاهدينا الكرام، هذه الجهات ما الذي حققته من الناحيه الامنيه للعراقيين لكي يحصلوا على هذه الامتيازات؟ ثم الا يحصلون بالفعل على امتيازات من رواتبهم ومخصصات اخرى، حمايات وغيرها من الدولة وتثقل رواتبهم كاهل الدولة والميزانية؟ لماذا يعطون هذه الامتيازات أيضا؟ لماذا توافق الدولة على هذه المطالعة من وزير الدفاع وهو الذي لم يقم بحماية العراق من خطر الميليشيات، بل برر وجود الميليشيات وهون مما تفعله الميليشيات في العراق؟ وزير الداخلية الذي فضح هو ووزارته وكل وزارات الداخلية السابقة بالاختراقات الموجودة ضمن وزارة الداخلية وتبعية كثير من العناصر للميليشيات، لماذا يستحقون هذه الامتيازات غيرهم من الضباط الموجودين بالقوائم؟ إذا تعرضوها لو سمحتوا الشباب مرة ثانية، قوائم بأسماء شخصيات وأفراد موجودين ومنتسبين بالدولة لم يقدموا شيئا للعراق من الناحية الأمنية، لماذا يحصلون على هذه الامتيازات؟ ثم بأي وجه حق تتصرف الدولة بهذه العقارات والتي لن يعود منها أي منفعة على خزينة الدولة، بل ستكون مجرد تنازل عن أملاك وعقارات يمكن أن تدر على خزينة الدولة الأموال التي تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي؟ 300 ألف عقار بحسب مراقبين مختصين يؤكدون أن هذه العقارات تابعة لجهات وأحزاب وميليشيات وأفراد لا تعود منها أي شيء فائدة على خزينة الدولة. طيب يعني هذه كما تلاحظون هذه الأموال المهدورة، المال العام، والدولة بحاجة إلى المال بسبب الأزمة الاقتصادية وما سببه انخفاض سعر النفط وأزمة كورونا وغيرها، لماذا يتم التصرف وهدر المال العام وعقارات الدولة وأموال الدولة بهذه الطريقة؟ أموال العراقيين، هذه أموال العراقيين. خلونا نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث في موضوعنا لهذه الحلقة. 2003 إلى 2021 يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، رؤساء. شنو النتيجة؟ أنا أقول لك، فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عمل جميل جدا تقدمه قناة الرافدين لكم. من صلب العملية السياسية وهذه الأحزاب هذا الشخص الذي قال في لقاء سابق بأنه لم تقم أي حكومة في العراق بعد الاحتلال إلا بموافقته وبوجوده فيها، وأنه هو الذي جاء بمصطفى الكاظمي وتتبع له وزارتا الكهرباء والصحة، وألتم ترون الحال اليوم في العراق من ناحية هذه الوزارتين، وحصل على أعداد كبيرة جدا من البرلمانيين والوزراء ضمن حزبه وكتلته التي كانت موجودة ضمن العملية السياسية ولا تزال، ويتحدث ويقول وكان الموضوع لا يعنيه ولا علاقة له به. نكمل الحديث مشاهدينا الكرام في موضوعنا لهذا اليوم عن الوثيقة التي كشفت والتي تؤكد منح حكومة الكاظمي 62 عقار قريبا من مطار بغداد الدولي لضباط وشخصيات على مستوى وزراء وما دون في وزارتي الدفاع والداخلية، منحهم هذه المنازل ليسكنوا فيها، لكن تؤكد التقارير أنهم ليسوا بحاجة إليها، وهذا القانون هو سرقة مبطنة كما يؤكد نواب داخل البرلمان. هادي من بغداد، تفضل يا هادي.
عليكم شكرا يا عزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ولو أنا معاناتنا هواي، ما نعرف من نبدأ ومن ننتهي. مو أول قناة نلتقي بها ولا من ساحة التحرير، وهذا يومنا من العراق، هذا يومنا. نعم. ماكو من يسمعنا، ما يسمعنا. بالعراق. نعم. أرخص من دم العراق وموافق. كل شيء بالعراق غالي بس إلا كل خير. طيب. أخوي العزيز أنا. إذا أحسان كم خليني أحكي بقلبي. علي صوتك لو سمحت. أنا كم أخي إذا أحكي بقلبي. أي. إحنا بعد ما صرنا شعار الشقة كل 3000 يقدرون مرة حاجة. أي. طيب. العراق مثل يدونا بالطائفية خلوا الشعب العراقي يقاتل من الجنوب للشمال من الشمال إلى العراق كله يعني بين قوسين العراق كله. نعم. خلونا واحد يكتسان هذا سني هذا شيء هذا كردي هذا مسيحي هذا صار شنو خلوا الآن الناس بذبح الناس عم تسعد بصواتنا وهم دم هالبين طيب. يأتون ويقولون إحنا جايين باسم الشعب صحيح مش شلون تجيت اسم الشعب أنت جيت خليت طائفية والله سنة عدوك عدوك الشيعي خلوا ناس تقتل الناس المستفادة والأخير أمريكا إيران وإسرائيل تمام. إيران تطلب العراق حارب 8 سنين ما تعرفك بإحضار ماد منه ما تعرفك لا تقول اللي جاي انتخاب من يخاف أطلع غير برأيك الحل شنو يا هادي انتخاب يساعدهم الحل شنو برأيك الحل يغيرون النظام بكمله الشعب العراقي لا يقول أنا كل نحن شجاع وإحنا زلم وإحنا أهل ثورة 20 وأجدادنا قاتلوا أو طلعوا البريطانيين والإنجليز ها نعم حالنا حال الدول اللي الناس الواعي على نفسها صافي صافي بشرنا رخيص هذا يأخذونه شرطة يقتلونه هذا يأخذ عصابات كذا في الحسين ماكو لا تقول لك دولة عصابات بالخضراء نايمة شعلق العراق تبوك تودي لإيران بس تدعم الميليشيات تقاتل بسوريا تدعم الناس تقاتل بالدول البقايا بدم دم الشيعة وبدم العراقيين عفوا على بدم العراقيين بوش بثورات العراق ثورات العراق تطلع برا إيران في العراق إيران هي جاية تحكم العراق صديق العباس إيران محتل العراق ما يصير العراقيين قلت لك أنا الحل الأخير يا هادي أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة أسامة من كركوك تفضل يا أسامة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول مرة أشكرك على هذا البرنامج أستاذ عمر على القائمين على القناة حياك الله محمد وياك أخ محمد أسأل عفو الله يسلمك تفضل أزاك الله بالنسبة أول مرة أجي أهالي يثرب بالمفاوض هم الجلل هي. وأسأل يعني السلطات الأمنية أتمني يعني وين جهدهم الاستخباري وين متابعتهم للنشاطات الإجرامية نعم يعني ما يمر شهر إلى ما نسمع مقتل العراقيين بدم بارد نعم يعني لا ما سنبقى مرتهني بالانتخابات وقتيل الأموال والفلوس والخدم والحشم يبرالهم والعراقيين رايحين وطي نعم وشغلنا أبو خرستال محمد أي. يعني يقولون بحيث النصرية الآن يعني المزلاج هذي يموتون يعني لا متى عشان هو محكوم وفين حظه نعم. يعني شيء يعملون معاملة ثانية لجان قدية تصرهم يفتح المواجهة لهم يعني احنا وين عايشين نعم. وين عايشين أتمنى يسمعني يسمعوني أهل الشان نعم وأنا شكرا شكرا جزيلا سيد أسامة من كركوك جمال الأسدي مشاهدينا الكرام وهو المفتش العام السابق في وزارة العدل قال في وقت سابق وأكد وجود 600,000 عقار تابع للدولة موزعة في عموم المدن والمحافظات مستغلة جميعا إما من قبل جهات حكومية أو مستأجرة من قبل كيانات حزبية أو متجاوز عليها من قبل جهات حزبية أو مواطنين هذا كلام من المفتش السابق في وزارة العدل جمال الأسدي يؤكد هذه الأرقام 600,000 ضعف الرقم الذي تحدثنا به قبل قليل هذه أرقام قادمة من شخصيات موجودة في الدولة شخصيات لها وزنها في الدولة لها الكلمة تحسب عليها طيب عندما تؤكد الجهات الداخلية وحتى المراقبين للوضع في العراق بأنه عقارات الدولة تقدر بمئات آلاف
وموزعة لجهات ومستفيد منها جهات وأحزاب وميليشيات. من الذي سيتابع؟ من الذي سيقف عند هؤلاء ويطالب بدفع؟ لأن هذه بالنهاية هي المفروض أموال أو عقارات تابعة وتبقى تبعيتها للدولة. من الذي سمح بأن تبقى هذه العقارات بلا عائد مادي ومردود لخزينة الدولة؟ لماذا تسمح الدولة بتسليم هذه العقارات بهذه السهولة؟ أليست هي أموال الشعب؟ أليس الشعب العراقي أولى بها؟ أليس المشردون الذين يبلغ عددهم أكثر من 3 ملايين بحسب وزارة التخطيط أولى بهذه العقارات أن يسكنوا فيها؟ لماذا نرى من يسكن ويحصل على هذه الامتيازات هم الذين سرقوا وامتلأت جيوبهم وبطونهم من أموال العراقيين ولا يزالون؟ لماذا يسمح لهم بالاستمرار بسرقة المال العام؟ ثم كيف توافق الحكومة رأس السلطة رأس الهرم على هذه الامتيازات وإعطائها إلى من لا يستحقون؟ علاء من البصرة تفضل. السلام عليكم أخ أبو جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتي إليك وللكادر، ربي يحفظك. حياك الله. احنا بالعراق كل شيء عندنا مستباح، كل شيء عندنا مستباح. ماكو واحد شريف بيهم، يعني اتأمل أن يجي واحد منغذ للعراق. ويعني هسه هذا التونسي، رئيس التونسي جمد النواب وجمد كل الوزراء وحال حكومة جديدة. طيب. احنا بالعراق كل شيء مستباح، اراضي الدولة مستباحة. نعم. دول الجوار مستباحة، امريكا واسرائيل مستباحة العراق. عملاء احزاب وعملاء ايران. نعم. عندنا ناس تبعية ابو عمامة، بس عذر لهاي الكلمة، يقول له هر، يقول له معي، يظل معنا 24 ساعة. نعم. بلدنا مستباح، ما بيدنا شيء، حتى لو تطلع تظاهرات يقمعوك الأجهزة القمعية، كادر الأحزاب يومية عندنا نكبة، يوم بالناصرية. نعم. يوم بالديالة، يوم ببغداد، يوم، فإحنا هذا واقعنا. إحنا تريد تموت حرق، تموت بكورونا، تموت بالإرهاب، تموت بيد الأحزاب والميليشيات القذرة. نعم. فأختار الموت اللي بالعراق موجودة، ماكو مستقبل للعراق وماكو دولة بالعراق، والفقر والبطالة زادت فوق 50 أو 75%. وهاي. نعم. وزارة التخطيط تطلع لك تقول لك 25%، كل الوزارات كذابة، النواب يمثلون الأحزاب. نعم. وعمايمهم والمحاصصة اللي جابتهم، ما حد يمثل هذا الشعب، الشعب مظلوم. ما الثاني الله سبحانه وتعالى هو الدعاء أن يخلصنا، مثل ما خلصنا من الزيم وجاب أمريكا وإسرائيل على الزيم، الله يخلصنا من ذولي والله يسلط عليهم، وإن شاء الله أيامهم قريبة ترى. سيد علاء، أريد أسألك الحكومة. نعم. أنت تفضلت وقلت، ضربت مثال في بداية الحديث، لكن قلت. نعم. بأنه في العراق المال مستباح، العقارات مستباحة، البلد مستباح. من اللي سمح بهذا الشيء غير هذه الحكومات والأحزاب اللي يتحدثون بالوطنية، اللي يتحدثون بالسيادة، اللي يطالبون بإجراء انتخابات ويشاركون هم بها؟ هل حيحققون شيء للعراقيين طيلة 18 سنة؟ ما الذي قدموه حتى يبحثون عن فرصة أخرى للبقاء في الحكم؟ والله يا أخي إذا تقول حكومة هذا الشيء غلط. إحنا ما عندنا حكومة، عبارة عن أحزاب. وهذه إجت بصدفة، كانوا ويانا بسوريا، احنا كنا معارضين، كانوا ويانا بسوريا، كفيلك. نعم. الله حزب الدعوه كل 100 قاعدين بشقه. نعم. بس الدنيا يا اخي ابو جاسم، عذرا لهذه الكلمه، الدنيا غمه، احنا ما عندنا دوله، وهذول عباره عن عملاء خونه. نعم. جماعه الولايه البطيخ وغيرها، هذول ما يمثلون العراقيين، عذرا لهذه الكلمه، لا الاحزاب السنيه ولا. نعم. الاحزاب الكرديه ولا الاحزاب الشيعيه. انظر الى الحلبوسي، انظر الى صالح المطلق، انظر الى المقتدى، انظر الى الدعوتيه، انظر الى البدريه، انظر. نعم. الى البرزاني، 25 مليون للبرزاني اشترى له شقه بامريكا، والفقير راتب عائل 100,000 يدور عليهم ماكو. فاحنا نتمنى، والله العظيم نتمنى اليوم قبل باكر بس ترتب وضعنا وطلع الجواز، ما ابقى بالعراق. انا ابوي شهيد مات بحرب ايران. نعم. وانا قبلت حياتي متظاهر وعذبوني بالاستخبارات وكل هذا نطي لاجل العراق. بس. نعم. هذولي ما يمثلوا العراق على مود انت تقتل العراق. وتحياتي لكم، سامحنا على الازعاج. شكرا جزيلا سيد علاء من البصره للمشاركه. ونبقى نقول مشاهدينا الكرام بانه العراق للعراقيين وليس لهؤلاء الذين جاءوا مع المحتل والذين سلطتهم إيران والولايات المتحدة على حكم العراقيين وتدمير البلد. ليس هؤلاء هم العراقيون، البلد لأبنائه وهم الذين سيرحلون. تبقى هذه الفكرة قائمة، يجب أن تكون قائمة لدى الجميع، ويبقى العراقيون يتمسكون بأمل الخلاص من هؤلاء، لأنه في النهاية الأحكام أو الحكومات زائلة
وتبقى هي الشعوب بالنهاية هي الباقية وهي التي تستمر والدوام لله. طبعا أبو يوسف من الدنمارك رسالة لدينا يقول: تحية أستاذ محمد، الدول تعطي هدايا وامتيازات لضباطهم إذا قاموا بأعمال مميزة. إذا الجيش هرب من ساحات الحرب وسلم مدن كاملة للإرهاب وسلم العراق للميليشيات والعشائر يومية تتقاتل فيما بينها، ولم نرى للجيش بعد 2003 أي إنجاز. الجيش العراقي جيش الحالي جيش فاشل فاسد لا يستحق حتى رواتب جيش، كل قوته على المناطق الغربية والتعذيب ولتعذيب أهلها. وشكرا أبو يوسف من الدنمارك. طبعا مبدأ التعميم هو دائما نقول مبدأ غير صحيح، لابد أن يوجد خلال أو ضمن هذه الأجهزة الأمنية الوطنيون الشرفاء الذين يخشون ويخافون على بلدهم، لكن بالنهاية تبقى هي القوى المسيطرة الأكبر الأعداد الأكثر ضمن هذه القوات هي التي تنحاز وتتحزب وتستغل وتستغل أيضا الدولة والعراقيين. رسالة لدينا من أم ليث تقول: السلام عليكم، أنا أم ليث. عن المعتقلين، هل أكو عفو عن المعتقلين؟ كلا يا سيدة أم ليث، لم تصدر الحكومة أي قرار عفو عن المعتقلين، بالعكس حال المعتقلين من سيء إلى أسوأ. السلام عليكم القناة البطلة، شكرا جزيلا لك وعليكم السلام. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.